الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أما أول سؤال هذه الليلة، يقول السائل: في بلادنا بعض الشباب الملتزم يتحدث عن ظهور المهدي المنتظر ويؤكدون أنهم رأوه في بلد من بلاد الشام وسوف يبقى 40 سنة في الحج القادم وتكون البيعة، هل هذا الكلام صحيح وما تعليقكم جزاكم الله خيرا؟ هذا من التلبيس والتضليل. المهدي إذا خرج يخرج في وقته لكل نبأ مستقر، وسوف تعلمون. ما يجوز للإنسان يستعجل بالأمور ويلبس على الناس. المهدي له علامات وله وقت معين يظهر فيه، والله أعلم بذلك. فلا يجوز للإنسان أنه يستعجل الأمور قبل أن تقع ويقول هذه ويقول بلا علم. المهدي إذا ظهر اتضح، أما أنه قال هذا المهدي وهذا وهذا، هذا كله من الكذب والافتراء والتلبيس على الناس.